في الفترة القادمة باش نقعد مواصلين في التغطية على الموضوع هذايا مع سبيكترا، باش يكون معنا ان بلاتو كامل مخصص للترانزيسيون انرجيتيك. نعطيكم اكثر التفاصيل هذه الكل. نبداو مع بعد شوية حوار حصري بعد تقريبا 12 دقيقة مع السيدة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، ولكن قبل حضر معنا السيد فتحي حنشي مدير عام وكالة وطنية التحكم في الطاقة. صباح النور، مرحبا بك سي فتحي. النور وشكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم. باش نحكيو ديكربوناسيون سي فتحي بمناسبة ديكربوماد، الحدث المتوسطي. ندخل معك مباشرة في صلب الموضوع، حكينا عليه برشا وعندنا بعض نقص الدور في اللونتين، يظل لي نوز اوديتور سون فاميلي. شنو أهم محطات برنامج اليوم سي فتحي؟ هو اليوم وغدوة. اليوم وغدوة على مدى يومين فما باش يكون فما ورشات حول المحاور متعلقة بكل ما هو إزالة الكربون ولا تخفيض الكربون. أي. نجاعة طاقية، طاقة متجددة، اقتصاد دائري، حتى الجوانب المتعلقة زادة بالتمويل والاتصال والشفافية فيما يتعلق بكل ما هو كربون. دونك لهنا الناس كل باش تخدم على هاللي سيسيون هذوما باش يعطيو المعطيات اللي عندهم، يكون فما ايشونج، فما زادة اون باراليل اون مارج دو فوروم، فما زادة خمسة ورشات خصوصية مع مؤسسات دولية في مواضيع معينة، كما كل ما هو تبريد وتسخين، كما كل ما هو متعلق بشبكات تبريد المناطق. هذوما الورشات كلهم معمولين باش يكون فما تبادل الخبرات وتبادل المعلومات، وكذلك فما اكسبوزيشن موجودة، فما قريب 40 مؤسسة باش يقدموا الخدمات بتاعهم ولا تجهيزات اللي يوفروها للمؤسسات اللي تحب تستثمر في الميدان هذا وتحب تنقص من البصمة الكربونية متاع الأنشطة بتاعهم. وكذلك اخذينا 12 ستارت اب في الميدان نتاع الانتقال الطاقي، بعد ما عملنا ابيلا كونديداتور وكل شيء، واخترنا ال 12 هذوما اللي باش يقدموا زاد افكارهم، يقدموا فاش قاعدين يعملوا في هالميدان هذا. الشركات زاد عندهم الامكانيه باش يكون عندهم دي رونكونتر بي تو بي مع شركاء تونسيين ولا اجانب. عندنا بلاتفورم حطيناه على ذمه الشركات، وفما 64 طلب بتاع لقاءات لتدارس امكانيات الشراكه في اطار ديكربوماد هذايا. الحقيقه الموضوع هذايا موضوع يهم ياسر المؤسسات التونسيه، ولكن زاد يهم حتى المؤسسات اللي في البلدان اللي كيفنا احنا في الميديتيرانية. هذاك علاش شفنا بالحقيقة مشاركة وتجاوب كبير ياسر من عند المؤسسات الدولية والإقليمية في الميدان هذا. وجستما خاطر التحدي مشترك نوعا ما، معناتها دايوغ فما بانيل كامل مخصص للموضوع هذايا، معناتها على الخبرات وعلى التجارب، معناتها ان شوغ دو بنش مارك، معناتها في البحر الابيض المتوسط، العالم بصفه عامه، البحر الابيض المتوسط بالاساس. اليوم بعد باش ماشيين وندخلوا اكثر في التفاصيل، مؤسسه تسمع فيك واعيه او ما زلت ممكن بشويه مش فاهمه حتى ممكن شو نحكيو، شنو ينجم يبدلها هذايا بصفه عامه؟ ديجا سي بيان ديت ريسبونسابل، معناتها انه المؤسسه معناتها تكون عندها مسؤوليه معناتها تجاه المجتمع، تجاه البيئه اللي تنمو فيها وينمو فيها الناس اللي تطور فيها، الناس اللي تخدم فيها اتسيتيرا. ولكن اليوم فما حتى موضوع اقتصادي مهم حارق، معناتها وانه فما دي باريير، هما مش دي باريير، هما سون دي تاكس، مي سي دي باريير، معناتها كانك تحب تخلص خلص على روحك، معناتها مي تنجم تلقى روحك برا من الطرح لو كانت تفرض عليك لي تاكس هذيما خاطرك انت تلوث وما قديتش امورك، معناتها تلقى روحك ساعه سجو اون مارج تاع 3 و4% فما بالك تاكس تاع 10 و12. دونك سي تري سي كروسيال معناتها. بالضبط، هو اليوم معناتها مساله وجود بالنسبه للمؤسسات، بالنسبه للاتحاد الاوروبي وسي ريال انت والقطاع وانت والعام، دونك بشوي بشوي باش يبدا يتطبق هذا. لكن مش كان الاتحاد الاوروبي بركه، فما عديد الحرفاء نتاع المؤسسات بتاعنا اللي حطوا الباره عاليه واختاروا النوتراليتي، اختاروا الحياد الكربوني عام 2050. بطبيعه الحال الشين دو فالور بتاعها الكل بتاعك المؤسسات هذيك يلزمها تلتزم. وحنا ما ينفك الشين هذاك، لك علاش انا نقول اليوم
ما هوش خيار، هو ما انت يلزمنا نتحركوا ويلزمنا يكون عندنا معناتها خطه في الميدان هذا. احنا شنو اللي عملنا؟ الديكربونات هذايا باش يكون نقطه الانطلاق الحقيقيه نتاع مواكبه العمليه هذه ومصاحبه المؤسسات التونسيه. عديد الهياكل في تونس طوروا خدماتهم وطوروا عمليه الاحاطه بتاعهم باش تستجيب للمؤسسات. باش نحكي على الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه مثلا. احنا اول حاجه عملناه هو انه المؤسسه نجم تنتفع بنفس التدخل تاع صندوق الانتقال الطاقي اذا كان بطبيعه الحال تعمل دي ميزور في ميدان الديكربوناسيون. وفي نفس الوقت شنو قلنا؟ قلنا حضرنا بلاتفورم كبيره فيها شنو التجارب اللي صارت الكل، فيها معناتها دي فيديو دو بريزونطاسيون قدموهم اصحاب المشاريع، وفيها ان اوتي دو كالكول تحسب انت لومبرانت كربون تاعك المؤسسه تاعك ولا البرودوي تاعك، تحسب له لومبرانت كربون تاعو وتنجم تحط لي ميزور اللي يلزمك تعملهم باش تخفض. وهذايا في المرحله الاولانيه نتاعها معناتها ك انسترومون اكستراوردينير باش تعاون الشركات، ولكن زاد فلت من توا فيها الميدان هذايا وتحاول توضح امور الاستثمار نتاعها. ولهنا نحطوا على ذمتها 70% من كلفه الخبير اللي باش يقوم لها بالخدمه على من صندوق الانتقال الطاقي. باش يقول بنا خدمه، باش يحسب، باش يصح شنو اللي استعمل. هو اول خطوه يلزمك تعملها هو انك تحدد استهلاكك للطاقه، شنو فيش تستهلك، قديش تستهلك، وين النقاط اللي فيها استهلاك كبير. شكون باش يقوم لك بالخدمه هذه؟ اللي يقوم لك بها هو خبير تختاروا من قائمه نتاع خبراء موجوده عند الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. الكلفه نتاع الخبير هذايا الوكاله تاخذها ب 70% معناتها مساهمتها. ثم عندك عديد المشاريع اللي تنجم تنفذهم، ولهنا التدخل بتاع الوكاله ينجم من 20 حتى 70% حسب نوعيه العمليه. يعني اليوم المؤسسه في باش يطبق استهلاك كبير، شكون باش يقوم لك بالخدمه هذه؟ اللي يقوم لك بها هو خبير تختاروا من قائمه نتاع خبراء موجوده عند الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. الكلفه نتاع الخبير هذايا الوكاله تاخذها ب 70% معناتها مساهمتها. ثم عندك عديد المشاريع اللي تنجم تنفذهم، ولهنا التدخل نتاع الوكاله ينجم من 20 حتى 70% حسب نوعيه العمليه. يعني اليوم المؤسسه عندها خبرات وطنيه ينجموا يعاونوه. ثم من 20 70% استدي خدمات مختلفة مثلا مثلا مؤسسة ما انت تبيع عجالة مثلا مؤسسة تحب تبدل لي لامب في المؤسسة بتاعها. الكلفة بتاع التغيير الكلمباي هذاك الفوند دو ترانزيسيون انرجيك ياخذها اوتور دو 30%. تو هذا تيوري ولا مطبق؟ لا مطبق، عندنا عديد المؤسسات اللي منخرطة في الموضوع هذا، وعندنا احنا وصلنا اكثر تو من 1600 عقد استثمار. فما حاجات من 20 الى 70% تتكلفوا بالكلفة نتاعها معناتها منح في باش يطبق من بعد شنو هو شاف مع الخبير لازم يعملوا حتى في الانستالاسيون فوتوفولتايك معناها كل شيء في اي نوع من الاستثمار. عندنا منح تتراوح ما بين 20-70%. واضح. يعطيك الصحة سي فتحي الحنشي، نذكر مدير عام وكالة الوطنية التحكم في الطاقة، بالتوفيق. بارك الله فيكم. نذكر بعد باش يكون معنا باش يكون موجود هوني ان توكا على المكان السيد رئيس الحكومة دوك وعديد الضيوف من العالم الكل وخاصة بحلب المتوسط. تولد كبير هذه الدولة الأولى للديكربونات، إن شاء الله بالتوفيق. شرف أن تونس تكون المنظمة الأولى ومن بعد باش تكون دول أخرى. شكرا لك. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة.